مدكم نس كل مرحبا بكم في الصحة والناس. كل نهار خميس نجيو هكا نطلوا عليكم ونحلوا حديث على حياتنا الصحية باش تكون أحسن وتكون خير، وقد ما نكونوا مرتاحين في صحتنا قد ما معنوياتنا مورالنا يكون محليه. الأمراض اللي تقلق واللي نحكي عليها بزيد واللي طلبتوها من عمنا والسنة هي العذر، والحقيقة صحيح عندكم الحق خاطر كموضوع ما خذيناهش بالكل في الصحة والناس. العذر من الأمراض اللي توجع واللي تقلق واللي برشا كثر عليها الحديث، معناها وقت تقول عندي العذر يا لطيف، معناها كأنه مرض خطير ولا كأنه مرض ما يبراش. اليوم نحكيه على إذا كان العذر مرض خطير ولا لا، وراثي ولا لا، يبرأ ولا لا، وقتاش نوصل للعمليات الجراحية، وكل التفاصيل اللي انتم طلبتوها منا في الباج متاعنا الصحة والناس الوطنية 2. على خاطر ياسر جات عليها اسئله، واول مره يظهر لي من عمناه والسنه اول مره ناخذوا موضوع على حصه كامله من نفس الموضوع ما نبدلوش. اليوم مانيش نبدل الموضوع حتى في المدويات بالاعشاب الطبيه وفي الهوميوباتي، باش نعطي وصفات اللي تعاون المريض اللي عنده العذر، شنو ياكل، على شنو يبعد في ماكلته، على شنو يركز في ماكلته، وشو ما الحاجات اللي يلزمهم يكونوا موجودين في حياته بصفه عامه، وشو ما لي بلانت اللي تنجم تعاون. على خاطر هنا في كي تحل الانترنت تلقى برشا حديث وتلقى برشا روسيتات وذوب بدر شنو وخلطوا بدر شنو، صحيح تلقاوها عند الطب. دونك ان شاء الله باش ناخذوها مع الدكتوره ايمان بن سوسيه. مرحبا بك. والصحيح صحيح في المرض هذية الدويات وشو موجود عنا كدويات، ويندرى فما دواء موجود في الوقاية ولا لا، باش يكون معك انت دكتورة لميا قلال، أستاذة مختصة في أمراض الأمعاء والمعدة، وأيضا رئيسة قسم بمستشفى محمود الماتري، وبالطبيعة رئيسة قسم أمراض الأمعاء والمعدة. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا. مرحبا. حديثنا معاك اليوم، سمحنا توسع بالك معنا خاطر باش نسألوك ذولي على الشقيقة والرقيقة في المرض هذا. شايفنا كي العادة معنا، ربي يخليه لينا. شايف مرحبا بك. مرحبا بكم. يظهر لي قاعدة في قلبك انك فاش سالتك على السبناخ المره اللي فاتت. اكيد اكيد. دونك اليوم عندنا سبناخ، دونك عملنا لا كريم بالليبينار. اي وعندنا الديسير عندنا فلون. اوه شوف هذوما زوز يتاكلوا في العذر، ما فماش مشكله. لا فماش مشكله. فماش مشكله. فوالا نحكي من بعد على تصليح الخشم مع الدكتوره خوله المجبري ومع حذامي بالحاج اخصائيه في التغذيه. اليوم قالت يزي كل مره نحكيوا على الريجيم وعلى الغوتونسيون دو على حاجات معناها هكا تبع امراض. انا اليوم نحكي على حاجات تبع الجمال، واليوم باش تعطينا الماكله اللي تعطي كودكلال للوجه بعد شويه مع حدامي بالحاج. باش نبدا معك دكتوره لميا قلال. العذر باش نشوفوه شنو واسع، اما قبلها هي خطير ولا مش خطير؟ هو سؤال يجينا ديما، ولكن هو ماهوش خطير بالكل. في أكثرية غالبية الأحيان معناتها هو من أكثر الأمراض انتشارا معناتها في العالم الكل. بقى المشكل الوحيد هو أنه الإنسان يقع عنده شوية إحراج، معناتها وأنه يحكي على العذر ويحكي على مناطق حساسة من البدن، وهذا حاجة نفهموها ويخاف، معناتها هذيك علاش ديما يخمم في الحاجة الخايبة، ولكن هو في حد ذاته مرض شائع ومرض ما فيه على خاطر الحديث ما يوليش مرض خايب. معناتها يكثر في السلبي، معناها تسمع يا لطيف فلان عنده مرض العذر، مسكين فلان عنده مرض العذر، وكانه معناها عنده مرض خطير معناها ما يبراش. ممكن ذيك علاش وحتى وحنا نحضروا في الحصه قلت لك راهو كموضوع ياسر يجيني على الباج. وانا نحب زاده نسلم برشا على اشقنائنا الجزائريين تفرجوا فينا زاده والليبيين زاده، تحيه كبيره برشا ليكم، ان شاء الله قاعدين ننفعوا فيكم من خلال الصحه والناس. العذر كمرض هو شنو؟ باش هكاكا نفهم شوية واحنا احنا وين مقارنة بمرض الريشة ولا بأمراض أخرى معناها تابعة للجهاز الهضمي. هو العذر في حد ذاته والريشة والجرح ثلاثة أمراض يمسوا المنطقة السفلية نتاع البدن نتاعنا، معناتها لانيوس الشرج. هما ثلاثة أمراض يقلقوا الإنسان برشا، يحرجوه، ولكن ما همش مرض خايبي، ما همش أمراض خايبي، عندها نطمنوا الناس. أي. العذر بصفة خاصة شنو هو؟ في الحقيقة معناتها مجموعة من الشرايين، تلاقي متاع شرايين، دي فيسو، سي دي فان،
اللي كيما لي فاريس نشوفوهم في الساقين نحنا يجيو في اخر المستقيم اخر المسرنة لخشينا الغيكتوم او والمخرج نتاع الانسان يبداو موجودين مع الوقت يكبروا شويه يتنفخوا كيما تترهل الجلده تترهل زاد الغشاء اللي يغطي المخرج زاد كيف كيف والمستقيم يترهل شويه فبالوقت يعني يكبروا. ما نعرفش كان فما صوره باش نزيدوا نفهموا سيد المشاهدين يعني وفما زوز انواع هما في الحقيقه كيما نشوفوا بالضبط هنا فما هذه المنطقه الشرجيه فما البواسير يعني العذر الاخوه الليبيه يقولوا لهم بواسير نحييوهم يعني بالمناسبه هذوما العذر الداخلي هو البواسير الداخليه كما نقولوا احنا الشرايين يتنفخوا شويه من الداخل وينشموا يخرجوا اللي هما في الحقيقه ما نشوفوهمش نحن بالعين هذوما ما نشوفوهم كان وقت اللي يتعقدوا تو نحكيوا على التعقدات نتاع البواسير نمشيو اللي بعدها باش نشوفوا المراحل نتاع البواسير المرض هذايا هو في الحقيقه وقتاش يولي مرض وقت اللي يعطي عوارض ولا يعطي تعقدات يعني الناس الكل كلنا عندنا العذر يعني ولا يمكن 80-90% من الناس في العالم الكل عندهم هالليفاريس هذوما اللوتا اللي يكبروا بشويه بشويه وقتاش يعطيو العوارض وقت اللي يكبروا بصفة مهمة فتحب نشوفه في التصويرة يعني اللي وراها هذه هي بيدها يعني باش نشوفوا المراحل نتاع التطور نتاعهم يكونوا كما نشوفك الزون الزرقاء اللي نشوفوها من داخل معناتها هذوك المرحله الواحد ما نشوفوهاش بالكل ما نشوفوهاش يعني احنا بالعين المجرده كان كي نعملوا كشف عندنا نقولوا احنا لانوسكوبي احنا باش نسهلوا عليهم دكتوره ايه؟ احنا انا ورينا تصويره ايه؟ باش نسهلوا عليهم شو نحكوا على اربع مراحل يعني من بعد يخرج حبيت باش خاطر فما انسان يقول لك ما عندي حتى شيء من برا ولكن احنا كي نشوفوا من داخل نشوفوا العذر يعني موجود ومن بعد يبدا يهبط بشويه بشويه هذم هما يعني فما مرحله من داخل بالكل ومن بعد يخرج ويجمع يعاود يدخل يعني لي فاريس العروق ومن بعد في الاخر المرحله الرابعه يكون البرا ويقعد معناتها البرا يعني هنا كي نحكيو اربع مراحل معناتها هو كيفاش يولي عذر به او انا باش نسالك بعد هل في الاثناء احنا نجمو نلقف الامور ولا لا هل نجمو ما نردوهش عذر يقف في استاد معين ولا لا اما قبلها هي الدكتوره حبيت نعرف اذا كان فما اسباب معينه فوالا تخلي فلان غير فلان تكون عنده العذر هما ما فماش سبب وحيد فما ناس يقول لك في العائلة عندنا صحيح فما الجانب الوراثي مثلا عائلات عندهم أكثر من غيرهم بو والأم والبو والبنت والخو والكل والعم ولكن فما بالأساس فما زوز أسباب اللي هما تؤدي لتطور العذر وظهور العوارض وظهور التعقدات بصفة متكررة شنو ما هزوز أسباب فما القبض يعني الإنسان اللي هو يبدأ عنده إمساك في الطبيعة متاعو ما يمشيش ما عادي كل كيما الناس مرة في النهار ولا مرة النهارين باش يفرغ المسرنة متاعو وخاصة اللي تاتي الملك كبير يابس كالإنسان اللي يعمل جهد باش يخرج باش يفرغ المسرنة متاعو هذاك مش يحير العذر يخليه ساعة يزيد يهبط اللوتة ويحير يعطيه العوارض والتعقدات هذا سبب مهم هو في الحقيقة كل ما هو تبديل في الطبيعة متاع الإنسان أكثرية الأحيان القبض و يجب يكون تدا حتى جارين الجوف الانسان كيبدا عنده دياغي من بعد يتحير العذر عليه هذا سبب رئيسي يعني تاثير الميل كبير هو للوقايه ولا العلاج معناتها نشدوه معناتها حاجه مهمه برشا حاجه ثانيه خاصه تهم المراه اللي هي في كل لا بيريود نتاع لي غيغل مثلا ولا المراه الحبله ولا خاصه المراه اللي بعد الاولاد هذه حاجات يصيروا معناتها خاطر فما تبديلات في الهرمونات نتاع الانسان نتاع البدن حاجه اللي نشوفوها بارتيكوليرمون عند المراه في الاوقات هذوما بخلاف هذايا فما مثلا واحد يقول لك انا والماكله انا ناكل فما شكون لحم البقري اللحم الاحمر بصفه عامه والخاصه البقري فما مش بالنسبه للناس الكل يعرف روحه الانسان فما شكون يقول لك الحار فما يعني الحليب مي كل واحد وعنده حاجه ماكسيموم معناتها اللي هي تجم تقول لك اشك فوا ناكلها يعاود يتحير لي العذر هذه حاجه ثالثه حاجه رابعه ومنتشره عند فئه من الناس خاصه معناتها الناس اللي تقعد برشا في قاعده
معناتها لا بوزيسيون اسيس نهار كامل، والا لي شوفور اللي يقعدوا في ولا ناس ياخذوا الكهرباء ولا الترينو يقعدوا اربع خمسه سوايع دافيلي على بعضها ما يقومش وما يمشيش يشرب قهوه ومش عرفت. هذوما لا بوزيسيون اسيس ولونكور، هذوما يعني حسب التقريب العوامل اللي تجم تخلي الانسان يبدا عنده العذر وتظهر العوارض من بعد بصفه دوريه. نجم يجيله ليد صغير؟ تحب له وقت هو الحقيقة، معناتها الوليد الصغير من جراء القبض يجي بلوتو جرح أكثر منه العذر الحقيقة، خاطر هما سي كيما لي فاغيس، احنا قلنا تحب لهم وقت باش يظهروا باش يكبروا باش يهبطوا، يعني تحب لهم شوية وقت. العلامات خاطر باش نرجع لسؤالي اللي قلت لك عليه قبيلك، قلت لك باش نسألك إذا كان هما أربع مراحل، إذا كان أنا نجم نلقف مثلا في المرحلة الثانية ولا الأولى ولا فما علامات تفيقني اللي هو راهو فما إمكانية عذر وراهو برا شوف روحك وبرا شوف طبيب، فبطبيعة باش نلقف أموري على بكري وألا العذر من الأمراض اللي تجيك على غرض. فما زوز أنواع كما شفناهم، العذر اللي هو داخلي والعذر الخارجي. العذر الخارجي في ساعة ما يظهرش ما نشوفوهش، ما يجي كان بتعقدات، تجي وجيعة قوية، الإنسان ما ينجمش يقعد، معناتها وجيعة لانسينات، حاجة اللي تقلق برشا ما ينجمش يخدم. نلقاو فما كدبلة زرقاء معناتها في أخ في القشرة يعني من برا، هذيك سيت اون كومبليكاسيون، معناتها ما فيهاش استئذاء. تجي كما قلنا الانسان عنده قبض نزل برشا على روحه والا عمل انتراجي كبير هكا وقعد وهو قاعد في الكهرباء. هذايا بالنسبه للعذر الخارجي. العذر الداخلي حكايه اخرى، هذاك بالحق يبدا تحب له سنوات معناتها باش يظهر. الانسان يبدا يحس بروحه، يحب يحك مثلا، يحس روحه فما حويجه هكا تقلق فيه من داخل وهو قاعد ولا اما ماهوش فاهم يكذب. فما وجيعه كبيره، هما الناس اللي عندهم العذر يقول لك وجيعه كبيره. هذايا في الاول فما يعني شويه حكين شويه انتفاخ، ومن بعد يولي فما تعقدات. شنو ما تعقدات؟ تولي وجيعه الكبيره، كيما فما العذر يسو كومبليك من برا ينجم يسو كومبليك من داخل زاد كيف كيف، ويعطي وجيعة قوية وينجم خاصة يعطي الدم، يهبط دم. إنسان يكون قاعد يقول لك أنا هبط علي دم عادة الماء الكبير وإلا وحده يتشع يعني إنسان وهو ما يشوف حد شيء، عادة ما عنده شيء. فما شكون ما يحبش يمشي حد المرة الأولى والثانية يحشم يقول لك ليه ما صار شيء، بينما إحنا تعرف كأطباء ننصح كل ما إنسان عنده دم يمشي عادي. يصيرش للناس هذوما دكتورة اللي يقول لك نحشم خاطر مع الصحه العبد معناها ما فهميش حشمه صحيح، وهذا هو لا حياء في الدين بالضبط. الناس هذوما دكتوره شو نجم نقولوا لهم؟ معناتها لو تسقط على العذر اللي عندك وين تنجم يوصل بيك؟ شو مخلفاته؟ هو ساعة أنت والعوارض. إنسان عنده دم، خاطر مش كل إنسان عنده دم معناتها عنده عذر، يجم يكون عنده مرض خايب باللطف ولا يكون عنده التهاب اللي يستحق دواء آخر اللي هو ماهوش دواء، مش مرض مش مخطر. هو أنا المكثر دكتورة اللي يوصل الدم راه ما عادش يسكت على روحه. إذا كان فما سكتين راهو في الأول يقول لك هاي بيصيرش فك علي كبير غالي مش يجيب دواء صحيح، ما كيما جاري وكيما خويا وكيما هو عنده العذر أنا لازم كيف معناتها يقرب دونك هنا العذر يندرى حد وحد العذر والنجم يخلف حاجات أخرى. ورانا نرجع ونقول هنا للناس بتتخ أنا فيق ناس ساكتة على رواحة تويكا ويقول لك ليه خلنا نمشي مدام الحكاية هكا خلنا نمشي. الجواب على مرحلتين، خاطر الإنسان اللي عنده قلق من في الداخل في المخرج نتاعه مش بالضرورة عنده عذر، يجم يكون عنده حاجة أخرى. صحيح كان عذر ماهيش حاجة خايبة معناتها أون سوا، أما المشكل هو أنه كما قلت يجم يتطور. ماذا بينا نلقفوها على الاول؟ علاش؟ خاطر كما قلنا السبب الرئيسي من اسباب العذر هو القبض. كي الانسان يفهم يقتنع وانه المشكل الرئيسي نتاع العذر هو القبض والامساك في المثانه، فالانسان يولي يداوي القبض بصفه معناتها مستمره على طول العام، ما يخليش روحه يخرج للمرحله هذه بطرق طبيعيه. وها الدكتوره معناتها ايمان تتعاوننا باش تقول كيفاش معناتها من غير دويات، خاطر هذه نتاع كل يوم نحبذوا الحاجات الطبيعيه. يعني في تطور نتاعو العذر كي يتطور، حتى انت قلت ينجم داخليا وخارجيا وكل واحد كيفاش به في التطور نتاعو، وين ينجم يخلط؟ وين ينجم يخلط؟
العذر يهبط بشوي بشوي والإنسان يقل يتقلق معناتها فما حاجة في المخرج معناتها برشا ناس ما عادش تنجم ديجا تتحرك بسهولة يقلق حتى باش يتوضا باش معناتها فما حاجات يولي التعقد العوارض يجيو أكثر والا لي كومبليكاسيون التعقدات يصيروا أكثر فاحنا ماذا بينا ديما نلقفوه من الأول اللي هو ما يتشافش بالعين علاش يقولوا العذر يتطلب عملية جراحية هو جراحة معناتها دواء معناتها فرضية من الفرضيات ولا معناها ينجم يوصل العذر للجراح أكيد ولكن احنا كنا نجمو نعملو التشخيص على الأول مش بالضرورة نعملو بالجراحة يعني بي. إذا كان نبدأ في المرحلة أولى ولا مرحلة ثانية من العذر فما طرق نعملوها من داخل يعني مثلا ندخلوا إبرة في المخرج في العروق ونلحموها نحطوا كيما الكول احنا نقولوا بالإبرة جيدة كيما الإبرة متاع الانسولين اللي زرقوا بها ما فماش وجيعة براتيكما ونلحموها يعني كل ثلاثة أربعة أسابيع نعملوها حتى لين وحده الجرح يلحم بالضبط فما تصويره دايوغ في هكايا نجمو نشوفوها والا نجمو احسن من الكول وانا نمشيو نخنقوهم يعني نمشيو ندخلوا كيما لاسبيراتور احنا حاجه هذه ليغوي هذه اللي نشوفوا في الابره معناتها باش نمشيو نلحموهم العروق نحطوا كي الكول وفما التصويره اللي من بعدها باش اونسبير نقولوا احنا نمسوا الفاريس بالضبط ونمشيو نخنقوها بالاستيك نحطوا عليها إلاستيك جمعتين ما واضحة دايوغ في التصويرة فوالا حتى لينطيح حتى لينطيح وحدها فوالا يفو دو تخوا سيانس وهذوما الزوز حلول هذوما دكتورة ما هم مش مرجعين معناتها مش شوية قلق من بعد أما مش قلق متاع الجراحة ومعناتها أما هذا ما يصير كان في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يمكن شويه وساعات يمكن يصير اقل من قلق الجرح الوجيعه تدخل بيان اقل من قلق الوجيعه وقت اللي انت تسكت عليه ويوصل المرحله الثالثه والرابعه التعقدات ويصيروا التعقدات اللي ترومبوز ايموغويدير نقولوا صحيح ولا القلق اللي معناتها واحد ما عادش يمشي يخدم ومعناتها قرب له معناتها يكون واحد في حياته اليوميه يتعطل باش نحكيو احنا على العلاجات اللي متوفره واللي موجوده ابار هذوما مثلا زوز طرق نتاع لقفتهم انت فوالا والا فما حاجه اخرى الكوية نكويوها بالنار البارده نقولوا احنا بالانفراروج نسميوها كيف ما يلزم برشا بوكو دو سيونس بور سا هذايا لو تريتمون نون انفازيف اللي نعملوه نحن كاطباء معدة تو وفما جراحه يعني جراحه وانا نمشيو نحيوهم لي كوردون فاريكو هذوك كيما نحيو الدواء نتاع الجراحه نتاع نتاع الدواليب هو هذاك يعني لو ميم ما فماش دواء في الوسط مثلا نجم فماش حاجه في الوسط لا ما نعمل حتى انترفونسيون من هذوما وديريكتومون نشرب دواء هما اكثريه الناس عامه الناس نعطيوهم دواء هذايا توا اللي كنا نحكيو عليه بالنسبه للناس اللي تقلقوا ما عادش ولا ياسر يقلقهم العذر كل جمعتين ثلاثه يقول لك عندي عذر يقلقني هبط لي بالدم عمل له فقر دم عمل له برشا تعقدات لي ترومبوز هذيك يلزمنا ناخذوا اجراءات كيف ما هذوما والا نمشيو حتى للشقه الدواء هل الدواء يدوم في الوقت والا الدواء فتره العلاج يمشي على روحه الاكثريه فتره العلاج نحيو الالتهاب يا اما بالحرابش يا اما باللوطه بالبومادات يعني اللوطه بالدهنين اما الدواء نتاع جمعتين ثلاثه الحاجه الوحيده اللي تدوم هي دواء القبض واحنا ديما كما قلنا على الاول نعطيو المريض باش نعاونوه دواء يعني دواء كيميائي دواء ومن بعد ناكدوا على الخضره والغله ولا لي سيريال والحاجات اللي هما يخليو طبيعه الانسان عاديه كل يوم ولا مره نهار على نهار من غير قبض من غير ما كل انسان ينزل ويخرج يمكن الوقايه في مرض العذر بالاساس هي ماكله بالضبط هو هذا هو وشويه الانسان يتحرك شويه على ساقيه يمشي لا مارش باهيه القعده برشا على طول مش باهيه كما تفهمنا لازم الواحد يقوم ويتحرك ويرجع وتفادي بعض الانواع الماكله بالنسبه لفئه معينه من الناس تعرف روحها هي خاطر العذر يمشي ويجي معناتها لا بوسي الوجيعه والقلق ينجم اذا كان الانسان نظم في حياته عاش التجربه نتاع العذر وخليت له معناها ذكريات خايبة ولا ماخذ حذره السيدة ذي برشا في ماكلته في حياته فما عادش يرجع له بالكل فما هو العذر في حد ذاته ما يتنحاش يعني لي فاريس سون لا نحكي معناها التعقدات فوالا نحكي على المرض معناها على انه ما
ما عادش يخرجوا له على برا، ما عادش العوارض تنقص والتعقيدات تنقص بالضبط. هذا هو سيت اون هيجين دو في، يولي مش بشرط هي يعمل لحمين ولا يمشي يعمل عمليه، معناتها هذاك كان وقت اللي الانسان ما عادش معناتها ولا فما قلق على مستوى جوده الحياه والحياه اليوميه، معناتها فما تعطيل. دكتوره شنو من العلامات الاليرمون معناها اللي فريمون معناها يشعل الضوء الاحمر ستوب لازمك تشوف طبيب؟ الدم هذا ما نشطوش عليه دم، خاطر اول حاجه احنا نخمو فيها هو المرض الخايب، ولكن مش معناتها بشرطه، فهمت؟ الانسان يجم يكون عنده عذر، مستانس بروحه عنده عذر، اما يجم زاده لطف يعمل زاده مرض خايب في المسرانه، معناتها هذا هو اللي معناتها لو ميساج برينسيبال. والثاني هو وانه الانسان ما يجمش طبيعته متبدله، لا قبض لا جاري نشوف. ولهنا بيان سور فما طبيبك اللي تبع فيك صح؟ اكيد. وفما انت طبيب روحك. هذاك صحيح. او كنا نشوفوا في السبناخ وفي الخضره، والله هذا المهم معناتها احنا ننساو رواحنا في حياتنا اليوميه. بالاساس حضرنا الكويزين هذايا معناها الكوجينه الصحيه والكويزين ديتيتيك اللي يحكيوا عليها ويشوفوا فيها على اليوتيوب وفي الانترنت، وكل حبيناها لهنا معناها قدامنا بحاجه ملموسه. ودايوغ ما تنذوق ان كل حصه نذوق بعد معناها في اخر الحصه، وصادقه في اللي نقولوا، كي نقول بنين والله بنين بالحق، على خاطر الناس توهق من الكوجينة ذيك، تقول لك مش بنينة ولا تطلب لي فلوس، وألا مانيش مريض أنا باش نقعد عايش على حاجات كيما هكا. يا سيدي انت راك بي زمانك وقت اللي تعيش على كوجينه صحيه. صحيح، وتعطينا افكار، انت تعطينا دي روسيت وافكار، وهذا حاجه يلزمنا نطبقوهم معناتها. هذا هو وشاف في باله اللي انا نسيت الحصه اللي فاتت طلبت منه البروكلو. قلت له اعطيني البوتاج نتاع البروكلو كيفاش، وقال لي باهي وما عطانيش، حسابني نسيت. انا باش نخرج فاصل وباش نمشي للشيف ناخذ منه روسيت البروكلو اللي خليها لي الحصه اللي فاتت هذيك سيرها لي، ونشوف اليوم شو محضر لنا في كوجينتنا. خلطت في الدقيقه الحاسمه شيف، مرحبا بك. مرحبا بك ماشي. خلطت وقت اللي انت باش تبدا تقص الروح نتاع المقرونه الثوم. قعدت عليك شنو نضرب معايا. شحوا لك شيف؟ صباح الخير الحمد لله. اون فور ما شاء الله عليك. الدنيا خضراء قدامك في جونا وفي دنيتنا دونك اوتوماتيك. انا كل ما نجيب حداك نحب ديما نعمل الغوميرسيمون كارتاجين ديما من بحداك انت. لا ما تحسها 100% تحسها 100% كارتاجين. وبربي تحيه كبيره برشا لدى المدام حياه رجب، على خاطر يمكن كان قعدنا احنا هنا بحذاكم معناتها سي سور معناها على خاطر الاخلاق العاليه ومحليكم الكل بيرسونيل الكل محليكم الكل. قلت لي مقرونه بالسبناخه. مقرونه بالسبناخه اليوم اي، والبروكلو شو عملنا فيه؟ ناخذوه ولا البروكلو بالطبيعه ناخذ البروكلو نتاعنا، دونك البروكلو نطيبوه في الماء مع نحكيو بوتاج بروكلو تو باش تبعونا يا جماعه، مش مقرونه فيها بروكلو. نحطوا لي زانغريديون بعد يخرجوا من بعد نحطوا لي زانغريديون تاع المقرونه. اعطيني البوتاج ترى. دونك البوتاج نحطوا فيه البروكلو. بروكلو اي دونك هما وين خاطر البروكلو ماسط راهو صحيح ايفيكتيفمون. بروكلو وحده ما نجموش نعديوه، اما انت وين تحب تهز؟ نحب نحطوا فيه لبينار، نحب نحطوا فيه سبناخ، نحب نحط فيه حاجه بنينه. انا واش نقول لك، انا نحكي لك، انا كي تحط هذوما ترواغو نحكيوا على الشبت. شبت؟ شبت مع البروكلو بنين ياسر، يعطي مارياج شباب ياسر. ولا سبناخ؟ اي شبت والسبناخ وال كلافس هذوما ثلاثه دونك ترواغو. مش تحطهم ثلاثه مع بعضهم؟ لا انت اختار شو تحب. لا نختاروا احنا وين نحبوا نهزوه. معناها انت طلبت حاجه، انت طلبت قوه واحده، انا طلبت ثلاثه. تكبر قلبك بالضبط. شنو هذا؟ دونك اوتوماتيكمون عندنا البروكلو، عندنا سيلوري ولا الليبينار ولا شبت شبت ورقيات اللي هما السبناخ ولا الكلاب. سهله الحكايه مع البروكلو. نحبوا نحطوا سفناريا ولا نحبوا نحطوا شويه بطاطا دونك باش يعمل لي زون تاعو. سفناريا تجيب لنا نصوري. سفناريا باش يطيح فهمني من الحموضيه نتاعو، ونحطوا المواد المسكرات تري امبورتون. خاطر انت لهنا دونك لهنا باش تهبط لهنا. دونك كي نحكيو على نواد المسكات ونحكيو بالطبيعه كي قلنا احنا البروكلو طاب فيه شويه رند، ومن بعد الورقه هذيك الرند هذيك نحيوها. عندك عيبات ثوم يسالش. وثوم وزيت زيتون. زيت زيتون. ليك قلت لي نواد المسكات اقنعتني اللي انا يلزمني نعمل بوتاج نتاع بروكلو هكا ولا دكتور؟ نحطوا كيما قلت لك نواد المسكات هو اللي يا سيدي ياخذ بخاطرك. عايشك من غير مزيان. خاطر توا وقت البروكلو، واحنا الحصه اللي فاتت مع الدكتوره ايمان بن سوسيه قلنا لاختخوز من الحاجات اللي ناكلوهم لها هي البروكلو. وانا قعدت في قلبي اللي انا ما خديتش الروسيت نتاع البوتاج تاع البروكلو، خاطر راه فيه دور معناتها موجود في المارشي تويك. السنة البروكلو عامل بعميله معناها على اليوتيوب وكل. وخدمناه احنا ديجا لي غراتان تاعو وصوص تاعو. اي عملنا الغراتان،
عملنا سلطه مركز زيتون عملنا مركز زيتون بروكلو فهمني دونك ترجعوا على الباج نتاعنا صحه والناس الوطنيه 2 ترجعوا تشوفوا لي غوسيت نتاع شيف فينيس برزوقه وناقه توتا في الماء سيتي المقرونه دونك انا سبقتك في حاجه بركه دونك اللي هو البينار البينار صمتناه في الماء ما قعدش برشا 5 دقائق ميم با هبطناه طلعناه عملنا له شوك ترميك اللي هو هذا ماء وغلاسون فهمني هذا لي زاستيوس اللي باش نخليو عندي تو باش تغزر وتقول لي سير هذا طيب هذا غميق على اللي نشريوه احنا ساعات نشريوه ذيبل على هكا بالضبط دونك هاك شفتو ياسر لونه ما شبوا شفتو باهي ابار اللون يستحفظ على المنفعه نتاعو معناها انا كي نعمل له شوك ترميك ما يفقدش المنفعه نتاعو بالعكس وقفناها احنا وقفناه كان خليناه معناها خرجناه وخلينا الفابور نتاعو دونك توتا في نورمال باش يديجاجي فهمني وقفنا الكويسون نتاعو فهمني باش نستحفظوا على الكولور نتاعو دونك هو هكا عباره دومي كويسون انت تشوفوا عباره شتاي طيب وهو صاي طيب حاضر دونك بعد ما حضرنا البينار نتاعنا باش نحطوه في الميكسور نرحيوه وكيما هو هكا بالماء لا بلاش زيت زيتونه وثوم وشويه ملح باهي ونرحيوه باهي نخلطوا عليه الفروماج الابيض باهي ونجيبوه على جنب اي يرتاح شوي باهي لو طون اللي تحضر نصبه المخرونه نتاعنا كاو باهي او جاي كان دونك صمتنا المخرونه نتاعنا اي انا خليتك عندك شويه رند واحد اي دونك نصبه المخرونه ومن بعد نسوتيو الاسكالوب مع الفلفل والطماطم اي فريشك ونخلطوا فيها نسوتيو مع المخرونه ونخلطوا الصوص نتاعنا اللي احنا حضرناه تو نشوفوا اللي هي زيت زيتونه بس نتاعها زيت زيتونه وثوم وبصل ورحيناه بالميكسور لخص ما يسالش للناس اللي خلطوا علينا توا مقرونه بالسبناخ السبناخ طيبناه 5 دقائق خرجناه حطيناه في ماء بارد دورناه في الميكسور مع زيت زيتونه وثوم بيان سور شويه ملح فلفل اكحل اكيد وبصل خليناها على الشيره فرماج لابيض خليناها على الشيره صمتنا المقرونه بالبوراق الرند نتاعها وشويه زيت زيتونه وسوتينا الاسكالوب مع الطماطم والبصل من بعد فني حطينا الصوص وخرجنا المقرونه اللي استقطرت حطيناها على الاسكالوب والطماطم مع الاسكالوب ومع الفلفل وبعد في الاخر بكل حطينا الصوص لا كريم فريش ما عادش نحكيو على ديتيكا حطينا حكينا هذه وحده تنجم تجيبها زيت زيتونه تو شوف انت من بعد فهمني الفرماج الابيض اترافير زيت زيتونه والكولور معناها نتاع ليبينار شوف كيفاش باش يعطيك دونك حاجه بنينه ياسر ومنظرهاش يزي انا لهنا ما نقف ما عادش نحكي لفلان لا حتى شيء لا نرجع لك من بعد ديجا هكا شبعت انا ديجا المقرونه شبعتني نستنى فيها بالحق معناها اذا كان معناها تكون بنينه ولا لا خاطر في العاده مقرونتها حمراء حاره هكا ولا دكتور مرحبا بك دكتوره خاله جبيل بيهتا في المقرونه بالسبناخه بيهتا خاطرين انا اعملها بالكريم فريش دونك يقالب ليش نهاني نستنى نحب نشوفها انت تعمل الروست هذايا بريسك كيفها ما نزيد الكريم فريش باهي دونك كان بليش تولي خير اي ما تسمحني دكتوره هنا ماكش صحيه عاد احنا هنا خاطر 100% صح اي هاو باش نشوفها كان مش هكا باش تجيب بنينه بصراحه تولي خير انا بيدي كان باش تجيب بنينه فماش واحد ما يحبش يود روحه صغاره امه بوه الناس العزيز عليه وساعات تلقاه سيد اون ريجيم وغايدتك فاش بشكل مقرونه وقت يلقى حلول اخرى هنا عندك طماطم بالمنفعه نتاعها عندك الفلفل اللي فيه فيتامين سي عندك زيت الزيتونه عندك السبناخ معناتها ما عادش نحكيو على مقرونه تسمن ودرا شنو نحكيو على حاجه صحيه معتبره مش صحيه ككبره زيد انا بدي نستنى باش ندوق دكتوره العذر باش نجيك خاطر احنا نحكيو على الماكله ولانه الشيء مش مويتي بعضه ياسر أنا قريب برشا لبعض العذر والماكلة بالحق كان تحكي الدكتورة لميا قليل قبيليكا على أنه الماكلة هي الساس بالنسبة لمرض العذر واللي معناتها أهم حاجة أنه المريض ما يخليش روحه يخلط للقبض ولا يخلط للإسهال دونك لهنا باش ناخذ معك أنت شو الحاجات اللي مريض العذر يلزمه يتبعهم في حياته نصائح عامة يتبعهم في حياته حاجات باش يتركهم وحاجات باش يركز عليهم على طاولته والله هي غوسيت مفيده برشا
مفيدة للمريض معناتها الإنسان العادي ومفيدة للمريض اللي عنده العذر. هوني باش نقول شنو هما لي كومبوزيسيون نتاع الريسيت. الوغ السبناخ معناتها فيه برشا دي ميشيلاج معناتها كلي فيبغ اللي نحكيو عليهم، دونك تسهل الطبيعة، يسهل الطبيعة بالكدا بالكدا معناتها مقارونة بالسبناخ. لكن هوني باش نقصوا الفلفل الأكحل في الفاه، راهو الفلفل الأكحل عدو للعذر معناتها يقولوا حتى الفلفل الاحمر الزينه والهريسه. هبش نبداو معناتها الفلفل الاكحل تو سكي بيكون كل ما هو حار. علاش ريم؟ هو الحار باهي برشا الامراض نتاع القلب. علاش؟ يعني يعطي توسع في الشرايين وفي الاوعيه الدمويه معناتها بالفرنسيه فازو ديلاتاسيون معناتها يحسن لنا دوران الدم. لكن وميم طون معناتها المرض اللي عنده العذر هو دي فاريس دواليب تلقاها معناتها الشرايين باش تبدا ديجا متوسعه، انت تزيد تكمل عليها بالفلفل الاكحل ولا الهريسه ولا باي حاجه حاره. صحيت لي زيبيس جينيرالمون كيما حتى الجنجمب حتى السكنجبير نحاولوا نبعدوا عليهم، القرفه زاده كيف كيف، هذوما حارين نحاولوا نبعدوا عليهم. معناتها مريضه اللي عنده بوسي معناتها في كريز نتاع عذر زيت وملح والا قرص معاه ميزي ما تهيبش. نشكركم تبلو كرويه مش قالت لي حارين هذوما حتى تبلو الكرويه نحاولوا نقصوا بربي. سي فغي معناتها نبداو باكثر حاجه سكنجبيل والفلفل الاكحل والفلفل الاحمر والهريسه وسورتو فما الانواع معناتها الفلفل الاكحل. علاش يمكن في البوسي ديما الطب يقول لك ازعر؟ صحيح قول ازعر اي ميك لازعر. دونك نفس الريسيت هذيا باهيه بالكدا فيها البصل، دونك هوني نشجعوا برشا المريض اللي عنده العذر انه ياكل البصل على خاطر ينقص ماكل كل تحسك التسطير هذاك اللي عنده يبدا في المخرج نتاعو. ودايوغ هوني باش نقول روسيت معناتها دو غراند مير كيما نقولوا يستعملوها برشا، يغلي البصله في شويه ماء وبعد يرحيها تولي بوري نتاع بصل، ينجم يحطها معناتها اون كاتابلازم تحطها على المخرج نتاعو يقعد بها حتى ثلاثة سوايع ويرقد على كرشه يرتاح شوية بها بالكدا في الماكلة. دونك قلنا هذوما الحاجات اللي باش نبعدوا عليهم، لكن لازم نعرفوا الدواليب كيما هما موجودين في الساقين موجودين في المخرج هذاك هو العذر معناتها مشكلة بواسير معناتها غادي يلزم معناتها ننظفوا شوية الكبدة معناتها ماذا بينا ناخذوا حاجات ديما نحكي انا على السكر وكل شيء لكن باش نركز شويه هوني على المقليات. مريض نتاع اللي عنده مشكله ديما في العذر ويتحير عليه يبعد على المقلي. الحاجه الاخرى انا معناتها جبدنا على البصل الثوم باهي لكن ماذا به ياخذوا طايب شوي. علاش باش يبدا صحيت باش مبداش حار عليه وباهي خاطر اونتي اوكسيدون ويحسن دوران الدم. هنا ممكن نرجع للنصيحه اللي تعطيوها انتم ديما للفيتوثيرابوت، انتم كنتم ديما تقولوا الفاح يتعطى في الاخر معناتها الفاح تحطوا ديما في الاخر. دونك هنا نجموا الثوم في الصحن نتاعك تحطوا معناتها تحطوا في طنجرتك هو اخر حاجه 5 دقائق الاخر دونك دوب ما هي صغلوه شويه وطفي عليه ووقتها نس كل تكر حاجه ما نفع معناها. وبنين برشا الثوم كيف بدا طيب بنين برشا صحيح ويقعد معناتها المنافع نتاعو تقعد. دونك هذوما جينيرالمون في الماكله. هل فما حاجات في الخضره ركزوا عليها؟ هل فما حاجات في الغله ركزوا عليها؟ صحيت انت قلت حاجه باهيه برشا، هو يلزمه المريض ياكل برشا خضره. لا فما الخضره الكل الانواع الكل نتاع الخضره، الغله كيف كيف معناتها توا حكينا مع دكتور لميا قبيله قد ساعات جريان الجوف يعطيك عذر معناتها تلمون يخرج بفرصه معناتها البوله الثقيله دونك لين تجرح المخرج وتنجم تتسبب في البواسير ولا العذر. والقبض معناتها نفس الشيء معناتها كالفرصه ولا اللي تخرج بالسيف دونك هذيك تزيد عليك. احنا يلزم تكون عندك طبيعه سهله، طبيعه نتاع كرش بيان سور معناتها لو ترانزيت يكون نورمال، كرشك تدخل كل يوم للتواليت حتى اذا انت مش متعود يلزم بوله ثقيله عندها وقت محدد كل يوم تدخل معناتها ما تخليش روحك يصير لك معناتها نهارين وثلاثه قبض. باش نركز على حاجه حكينا قلت لك على الخضره والميك الطماطم مهمه برشا في ماكلتنا الخضره الطماطم الخضره بيان سور الطماطم الخضره انا ضد الطماطم المرحيه ما نحاولوا نقصوا منها لو ماكسيموم مش مرحيه الطماطم المصبره كونسونتري نشري وحكم صحيت دونك القرص باهي برشا اونتي اوكسيدون وباهي معناتها يحسن لل معناتها لا تونيسيتي نتاع الشريان والعروق معناتها يردها صحيحه خير.
شنو برشا حاجات في ماكلتنا ريم به. فما ناس تتقلق من البنان باغ اكزومبل، الموز هو غلي بطبيعته، انا ديما نحكي على الاسوام، لكن معناتها الماكله الباقيه اللي مش ما يتقلقش برشا مثلا جريان الجوف ما يجيش يعذر بعد جريان الجوف، ياخذ توا وقت القوارص معناتها مهمه برشا وتحسن لك الطبيعه نتاع كرشك. قبل ما نكملوا موضوع الماكله ريم باش نحكي على البروبيوتيك. البروبيوتيك مهمين برشا برشا. اش معناتها البروبيوتيك؟ ديما نحكيوا عليهم، هما فما فطريات وفما دي بكتيري، معناتها شامبينيون بكتيري سي سا. دونك نجمو كل مريض، هوني الطبيب هو اللي يعرف شنو باش يعطي لمريضه، خاطر فما ناس تتقلق شويه مش البروبيوتيك الكل خذ كيما صحيت كيما معناتها كيما جات جات، مي مهمين برشا. ودايوغ هنا مهمه حكايه البروبيوتيك، خاطر احنا عاده عندنا الاستطباب الذاتي معناها نرجعوا وحدنا فلان خلاه وانا نقول دونك لهنا ونستهانوا بها. يقول لك هذايا انت حتى شيء اباز دو بلون، انت مش مشكل معناتها حتى كان خديتها وما نفعتنيش معناتها ما تعمل. الله يعطيك الصحه ريم في الغماغك معناتها هوني برشا يقول لك في حتى شيء بالاعشاب. ناتشي ناتشورال بروبيوتيك حاجه ناتشورال مش مشكله ما تجرنيش. تكون انت معناتها واحد اخر عنده ياخذ في دواء مثلا يجري الدم ولا كل بلونت هذيك ما تجيش معاها، معناتها هوني ماذا بينا استشاره طب الاعشاب. يعني اي وتوا الحمد لله موجودين في البلايص الكل. صحيح. نرجع بعد نكملوا القوس نتاع الماكله، كان مازال عندك دكتوره ركز في عقلك كم زال عندك ما نقوله في الماكله باعتباره انه حتى معناها دكتوره لم يقلل ركزت على هذا بالاساس، قالت معناها اون فوا خذيت دواء ولا عمل اللازم معناها من كان لي زانترفونسيون صغار وكل راهم بعد الطبيب ما عاد عنده ما يزيد الا هو اذا كان يمشي يتحرك بزايد واذا كان ياكل ماكله تتمشى والمرض نتاعو. دونك هنا نرجع بعد نشوفوا النباتات اللي موجوده على خاطر والزيوت اللي موجوده وبربي ركز لي على الزيوت يا دكتوره، خاطر احنا ياسر نمشيو للساهل وبالنسبه كيما في لاختخوز زيت في لاختخوز انت تقول اشرب حربوشه ويقول لك ندهن، خاطر بالنسبه ليه الفيم تاع الدهنان هذاك الحراره تاع الدهنان نقصت له من الوجيعه نتاعو، كيف كيف العذر راهو هاو شحم دجاج مخلط بدرا شنو. اي اي والله في لي غوسيت موجوده ولا دكتوره موجودين شحم الدجاج ما نسمع بها. اي معناتها هذوما يقول لك الناس بكري قالوا الاخر جرب فلان ولا هاو زيت الحاكم ولا هاو درا شنو، راه فما حاجات ماهوش صحاح بالكل بالكل بالكل، وفما في المقابل زيوت اللي تنجم عطات منفعه فوالا اللي معناها طبيا وعلميا اثبتت نجاعتها. دونك احنا باش نعطيكم لهنا اللي علميا اثبتت النجاعه نتاعو موجودين في لي فارماسي. زيوت نباتيه نجم نعملوها حتى نحن في الدار معناها دكتور سامي غطاس وحتى قبل سيمونجي عطانا حتى لي غوسيت نتاعهم نتاع اي زيت نباتي. سينو بالنسبه لطب التجميل ما عندناش دي غوسيت وحاجات اي مع بي يساوي نجم نعملوا حتى شيء انتوما برك تعمل. تفضل تفضل دكتوره. احنا عشان مش نحكيو اليوم، احنا مش قلنا الحصه اللي فاتت حكينا على الضحكه اي وحسنا الضحكه وبعد قلنا احنا باش نجم تكون ضحكه مزيانه لازم معناتها الخشم معناتها هي الكل ستانتو معناتها في العاده هو كيفاش تصير العمليه في العاده وقت اللي الانسان عنده حاجه مقلقته يجي اخطا ناس تحب تعاند هذاك فلان عمل له انا باش نعمل اخطاهم هذوك معلش فما حاجات فما ناس معقدين من حاجات او خدمتهم خاطرها اوتيس دولير ولا خاطرها كذا ولا تتطلب منهم انهم يكونوا احلى وانهم يصلحوا لي ديفو. دونك في العاده اذا كان عندي ديفو نمشي نصلحه وبعد فما اللي تعجبه الحكايه واللي يحب معناتها يزيد تعرف العلم قال لك لا انا نزيد في العلم اذا هو هو محلاها كلمتك برشا يجيو على حاجه معينه صحيح اما محلاه واحد كي يجي نعملوا له ان دياغنوستيك شامل للوجه خاطر هو توا ولينا سي لا بريز ان شارج جلوبال نتاع الوجه ما نجيوش نشوفوا كان الحكايه هذيك نشوفوها اسكو تجي تناسقه مع بقيه الوجه ولا لا نجم انا نصلح لك خشمك تظهر غرقت العين اكثر مثلا الصحة. دونك انا باهي راهو كي تمشي ونصيحه الطبيب تاخذ بها خاطر هو يعرف اجمالا شنو لازم يتصلح باش الوجه اجمالا يتحسن. باهي نجيو للانف باش نكملوا الضحكه نتاعنا. باهي هوني باش نحكيو على الغينوبلاستي ميديكال معناتها على تصليح الانف بدون جراحه. هذا عمني والخذا صدى كبير برشا في تونس. علاش؟ خاطر جراحه الانف توا هي من اكثر الجراحات المتداوله راه. لكن فما حالات معينه اللي تخلينا نبعدوا شويه على الجراحه ونستعملوا الطرق الطبيه العاديه اللي هي بالاباري ونوصلوا لنفس النتيجه نتاع الجراحه ما غير ما نقعدوا هكا بالزيفان دي زغاب بالزروقيه بالوجيع بالنفخ نتاع الجراحه. فما المريض بيدو يقول لك نخاف. فما المريض بيدو يقول لك انا
عملية ويقعد خشمي معناتها 10 ايام باغ اكزومبل في الـ في الـ في الـ لكن هوني لازم نعرفوا ان طب التجميل ما يداويش اي اعوجاج في الانف. فما حاجات نجموا نصلحوهم ونستغنيوا عن جراحه، فما حاجات اللي لازمها جراحه. مثلا كيبدا الاعوجاج من داخل في الـ في الـ في الـ وسط الانف من داخل وفما مشكله معناتها في الشم والكل، هوني لازم جراحه. لكن هوني باش نحكيوا على الانف وجماليه الانف من برا، معناتها وقتاش نعملوا تصليح التجميل تصليح الانف بالابيلين. دونك هنا تبدا عندنا بوس، تبدا عندنا حدبه نجموا نصلحوها وتتصلح ايميدياتمون اي سي تري فيزيبل. حدبه معناها معناتها بوس، فما بوس اعلى من بارتي يجيك هنا مثلا حاجه طالعه ومن بعد يرجع خشميه. هذه تتصلح باش بالاسيد هيالورونيك اللي هو جيل ناتورال اللي هو موجود في البشره بتاعنا، نعاود نزرقوه دون مانيير تري ناتورال باش نصلحوا هكا البوز هذيك. نجيو يا قدامها يا من بعدها باش نعبيوها تيل سوغ تيجي الانف مستويبل كدا. نجمو نصلحوا الغرقه، ساعات فما تلقاها هي مش حدبه لكن فما غرقات. كان عند التصويره نتبعوا اي نجمو هكاك يكون احسن. وفما زيد فيديو، كان تحبوا الفيديو تكون يبهو لي نرجع هكاك تفهموا الطريقه اللي قاعدين الفيديو فيها الطريقه. فوالا دونك هوني قاعدين نسطروا كل مريض يجينا، نحاولوا نسطروا له دونك الانف نتاعو باش نعرفوا فين فما المشاكل، باش نعرفوا وين فما البوس، وين فما الغرقه. اذا فما مثلا اون اسيميتري، فما مثلا الشيره اليمين ديفيرونت على الشيره اليسار، دونك هوني اون لوكاليزي اللي فما غرقه في اعلى الانف وفما غرقه اللي هي في الانف في اخر الانف. في اخر الانف يعطيك الصحه. اللي هوني باش نجيو وهي المريضه حتى هنا تضحك معناها سافا اي كان ريتها هكا فما دونك فما حدبه وفما الغرقه. اي من هنا هوني باش نحاولوا نصلحوا باش نطلعوا لها شويه في البوانت، باش نطلع لها شويه في خشمها شويه في البوانت نتاعها، باش نعملوا ان سوبور من اللوطه باش البوانت تطلع. وهكاك حتى الكونتيتي اللي نحطوها من فوق تكون ماهيش برشا. لازم نعرفوا ديجا هذيك البوان اللي نزرقوا فيه هذاك البوان الاخر. دونك واحد باش نعملوا هنا قاعدين نقمروا وين باش نزرقوا، قاعدين نقمروا وين باش نزرق، وين فما الاعوجاج بالضبط. فوالا دونك من الخط للخط الخشم مستوي يعطيك الصحة، فوق الخط وتحت الخط باش نزرق. فوالا وباش نزرقوا من اللوطه باش نحسنوا. هوني جوست حبيت نوريك اللي فما برشا عروق تتعدى من غادي. هذاك علاش فما عباد يخافوا من الزرير نتاع الانف، خاطر فما مشكل تاع عروق. دونك العروق لازمك تراها اللي تتعدى دو باغ اي دوتخ من الانف، اما ما تتعداش في الوسط. دونك يجي انت تزرق في الوسط براتيكمون سي سون ريسك. دونك هوني لازم طبيب مختص في الحكايه هذيا وعنده ليديات في الحكايه هذيا، خاطر مش اي انسان الى لو كوراج دو الفا، خاطر كان ريت فما عرق معين يتعدى من وسط الانف. دونك هوني نحينا لي زون ريسك وبعديك باش نبداو البروسيدور نتاع التزريق. واضح. دونك باقي شاده باقي معناها تصليح الانف يجي مع بعضه، ما تقوليش نعبي غرقه كهو. دونك انا حسب مريض معناها باش تصلح الغرقه وباش تصلح او ميم طون تطلع يعطيك الصحه، خاطر فما مشكله من داخل اون فيت. كي انت باش تطلع في البوانت نتاع الني اللي هي هذيك بالضبط اللوكاليزاسيون نتاعها باش تتحسن. فوالا دونك هنا باش تزرقوا بالضبط، باش نزرقوا غاديكا في الوسط. دكتورة الإبرة معناتها جويدة ياسر، الإبرة جويدة برشا ديجا هذه البارتي اللوطانية باش تتزرق. كان ريت ما توجعش بالكل، الباسيونت ما تحركتش، جوست قاعدين نعبيو بوغ فيغ ان سوبور، باش نعملو معناتها سوبور باش البوان تطلع بالكدا. قاعدين نطلعو باش نعملو ان اونجل اللي هو باش يكون لو سوتيان نتاعك البوانت نتاع الخشم. دونك هذاك علاش باش نعوجوا شويه الابره باش تجينا في اللونغ اللي احنا حاجتنا بيه. باهي. فوالا. دونك قلبناها باش ندخلوا من غاديكا ونزرقوا البارتي الفوقانيه نتاع الانف. اللي هي تنقوره. اللي هي تنقوره. نشتعل التنقوره. اي، نجموا زيد نصلحوا التنقوره بالبوتوكس، كي تبدا تنقوره صغيره، فما ان بوان نتاع بوتوكس اللي نحطوه هكاكا تنقوره تطلع. دونك هوني باش نجيو نعبيوا البارتي الفوقانيه اللي احنا هنا ديجا سطرناها قبيله. دونك باش تتعبى بالاسيد هيالورونيك لازم هوني نركزوا باش تكون فما اون سيميتري باهيه كيما الكوتي اليمين كيما اليسار.
اللي عجبني للمريضه حتى هنا ما تحركتش بالكل. ما يقلقش راهو يشفي، نعملوا حتى كريم نتاع الانستيزي، وفما ناس حتى تقول لك ما نستحقش خاطر ما توجعش برشا راهي البلاصه هذيك. وصار اكيد حفاسي اكت سهل برشا، ما يقلقش ما يوجعش الريزلتا بالوقت. جست المريض لازم ولا يمات الويله يحاول ما يعطبش خشمه. قاعده نحاول اني تستوعبها. ليه؟ انه نقتنع انها ما توجعش. معناتها بارابور ا دوت حاجات عطينا لبيري ماخذه معناها الاشكال الكل، معناتها ابره معوجه، ابره مستويه، وابره جايه على اللونجل، وابره هي تلمون جيده برشا الابره، معناتها سيرتو نتاع الاستيتيك اجود ابره ممكنه موجوده راهي. معناتها بيري سبيسيال والزون هذيك راهي اون اسي دو بو، دونك نجمو نزرقوا فيها، ما تقلقش وما توجعش. اغزر قبل وبعد. دونك هذه سي براتيكمون اون ايماج 3 دي باش نفهموا اون فيت ليماج كيفاش تبدلت قبل وبعد. فوالا الخشم مستوي تماما. اكزاكتومون لو بوان طالعه شويه هذاك ان سوبر. الخشم مستوي تماما وكان معناتها كاين ربي خلقه كيكا. اكزاكتومون. بي شنو نجمو نعملوا زيده بال طب التجميل باللابيري؟ نجمو نكبروا في الخشم، يبدا خشم صغير شويه نجمو نزرقوا فيه باش نكبروه، ونجمو نصغروا في الليل دوني اللي هي هذه الحله نتاع الخشم. ساعات تكون حله كبيره برشا وتعمل دي كومبلكس كيما انت قلت من الاول، دونك فما دي بوان تاع بوتوكس نزرقوهم باش نلموا بهم لو بوان دو ني. دونك كي نشوفوا التصاور اللي عندنا هكاك تفهمني خير، باش تفهم كل حاله شنو عملنا لها. دونك هوني كيما الفيديو نتاعنا عندها دو كرو، دونك عبيناهم ما مسيناش لا في البوانت لا حتى شيء، جوست كيما كنا نراو في الفيديو بالضبط. اكزاكتومون. اللي بعدها هوني عنده الحدبه اللي حكيت عليها من الاول، دونك جينا جوست للغرقه اللي فوق الحدبه عبيناها، عبينا زون بركه هوني بالاسيد هيالورونيك وهكاك. والخشم هكا مستوي. والخشم مستوي يعطيك الصحه، ما عملناش حاجه اخرى. دونك اللي بعدها كريت برسك الخشم هوني سان اكسيدون، دونك برسك الخشم تقص في ثني كان ريت بارتي الفوقانيه كيفاش هكا تفتزت له شويه. دونك جينا عبيناها وهكاك فريمون الانف ياسر مستوي. اللي من بعد دونك هوني واسعه ابارلي، هوني مش واسعه، هوني البوان طايحه. وي دونك هوني والخشم عريض ظهر لي. والخشم عريض، دونك انا افيني زرقنا شويه سيدي ليرونيك من فوق بوغ افيني لو تري، وزرقنا البوتوكس في الملوطه باش طلعنا في البوانت نتاع الانف. باهي الوغ، والاخرانيه اللي هي فوالا باغ ميزور ورينا كيفاش بالبوتوكس نجمو نسكرو في الفتحات نتاع الانف، دونك يتلم شويه يولي اجمل هكاكا. باهي هذوما دكتوره من بعد معناتها بعد قداش الواحد يعاود، خاطر في الشيرورجي حل جذري مره واحده. أي. لكن بالتزريق معناتها يشد راهو من عام لعام ونص، ساعات عندنا دي باسيون حتى يشد اكثر، مي اقل حاجه عام. باهي فما دي سوان معينين الواحد معناتها يلزموا يعملهم. الوغ كي نعملوا لا رينوبلاستيك كريم لا جوست فما شويه التهاب شويه نفيخ باش يتنحى من بعديك، لكن احنا ننصحوا باش ما يعطبش خشمه لا يمات الويله، خاطر هو اسيد وجيل كي اسيد ما يضربش خشمه، ما يضربش خشمه، ما يلبسش لونات كان زرقنا وين البوز نتاع اللونات مثلا، جوست يحافظ عليه لين برودوي ياخذ بلاصتو باش الفورم ما تتبدلش. بيان سور فما اون روتوش بعد بجمعتين، دونك ميم سي الباسيون غلط وعمل معناتها حاجه من الحاجات هذوما ديما نخليه شويه من البرودوي باش نصلحوا به من بعد معناتها. الحكايه كلها هذه اللي كنت تحكي فيها زرقنا منا وسطينا منا وقصنا منا التزريق الاخر حتى كله ما يقلقش ما يرجعش. التزريق قداش تقعد عمليه التزريق؟ مش برشا، ثمانية ساعات درج دجي مش حاجه كبيره. هذيك هي الحكايه. هذيك هي الحكايه. انا ديما نقول نسال على الوقت خاطر نقول في صوره ما اذا واحد شوكيع. جوتو لا بلوبار دي زاكت على سيدي اليرونيك ياسر ساهلين معناتها ما فيهمش برشا وقت، وسورتو الانسان يخرج فرحان هذاك برودوي برسك ناتورال معناتها. شكرا لك دكتوره يعطيك الصحه، على خاطر كل ما تجيب حذانا تخلينا نركزوا معناها مليح في مشاكلنا. يولي واحد ما تقريبا يحط لوب هكا يتبع روحه وين عنده بالضبط الغلطه. فات هي علاش قلت دياغنوستيك يعملوا تيب، خاطر ساعات ديتاي صغير برشا اللي يحسن كل شيء. بالحق معناها باش انه واحد يرد باله على خشمه يوصل معناها يشوف
خشمه الفوق، خشمه اللوطة، خشمه بالحق ما تجيش على بيرو الإنسان، لكن يمكن اللاكت هذاك ينجم يبدل في وجه الإنسان برشا برشا برشا, برشا, برشا إذا كان يكون فما ديفو في الخشم. سورتو ينحي بوكو دو كومبلكس، الخشم بالذات فيه دي كومبلكس راه. لأن الخشم بالذات حبوا روحنا بخشوماتنا معناها بطبيعتنا. شكرا لك دكتورة حول جبيري، الحق أغريابل والله واحد كيشوف حتى كان فما وجايع وحتى كان فما هكا حاجات، أما نقولوا شو العلم وين وصل، شو طبتنا زاد وين وصلوا، شو الدنيا وين وصلت، توا ولا إنسان أي ديفو كان في وجهه ينجم يصلحه، ما عادش يلتف على بنتي مسكينة طلعت كذا ولا كبرت كذا ولا ولدي يلتف عنده كذا، ليه تويكا كل شيء عيني نخشم فم نحكي، وحتى على ديبلي معناها لهنا اللي هما ما يجيوش البال الإنسان أنه هذا من نجمه يعطيوه لفي آج، معناها أنك أنت أكبر من عمرك. وشفنا الحصة اللي فاتت كيفاش معناتها كي زرقت الدكتورة كيفاش تبدل البلي معناها تبدلوا وبدلوا الوجه. صحيح. دونك مرة أخرى نشكرك دكتورة خالة جبيري، ميرسي بوكو كل ما جيت نورنا تعطينا هكا حويجة جديدة نكيو فيها. في انتظار أنه نحكي وزاد على جديد اللي قاعد داخل لنا لتونس ديزاباري مزيانين وحلوين إن شاء الله نحكيو عليهم تباعا في الأشهر هذوما اللي قاعدوا لنا قبل رمضان. بعد التجميل أنا قلت نطلع على العلاج الطبيعي الكيني، أنا برشا ما حكيناش عليها وعنا كيني يعطينا ديما حاجات مزيانة وحلوة، دونك مع أيمن نشوفوا شنو حضر لنا لليوم. عسلامة، مرحبا بكم. أيمن بن علي مسؤول على مركز علاج طبيعي بمصحة، اليوم جيت باش نحكي لكم على الارتروس سيرفيكال المعروف عليها بالاحتكاك فقرات الرقبة. الاحتكاك هذا ينتج عليه أوجاع على مستوى الرقبة، والأوجاع عظمى يهبطوا على مستوى اليدين من الرقبة يهبطوا اليدين لهنا. أول ما نبدأ إذا كي يجيك المريض موجوع، كي يجيك المريض موجوع ماذا بيه أكثر حاجة ينقص الأوجاع، يقول لك نحي لي الأوجاع وبعد داويني. تنحية الأوجاع هذه يكون على أترافير المساج اللي باش تعمله على مستوى الرقبة، ومن بعد تحط لي إلكتروثيرابي، ومن بعد تعمل أون تراكسيون سيرفيكال، أون ليجير تراكسيون، يعني تراكسيون تجبيدة باش تنفس لي غاسين نيرفوز اللي تقام انفلامي على مستوى الفقرات، ومن بعد تقوم بتقوية العضلات الرقبة وعضلات الأمامية تاع الرقبة اللي يعملوا المانتيان. الأوجاع هذه كلها ناتجة على ضعف العضلات الرقبة، لا بوزيسيون ياسر تلقاها مثل واحد يخدم على الحاسوب، البوستور نتاعو غالطه ديما يغزر قدام ديما بونشي في لافون، دونك تولي عضلات سي ديزيكيليبر ميسكولير ما بين العضلات، تولي وجع على مستوى الرقبه. توا باش نقوم بعد ما عملنا المساج نحطوا الالكتروثيرابي اللي هي نحطوها اونتر 10 اي 15 مينوت على مستوى الرقبه باش نحيوا الاوجاع، خاطر تلقاها الاوجاع متداوله على مستوى اليدين. بالا كالعادة البروغرام اللي باش نحطوه اللي هو تريتمون دو لا دولور في الالكتروثيرابي، ومن بعد ما نحطو تريتمون دو لا دولور الفاز 2 نعملو ستيمولاسيون ميسكولير اللي هي تقوم بتقوية عضلات الرقبة، تعمل غيفي ميسكولير تريتمون دو لا دولور. فوالا تحط لي دو انيكس، فوالا دوري تحط 15 مينوت، فوالا ومن بعد تبدا تقوي بشوي بشوي، فوالا تحس ولا سي بون سافا تحس ولا، ومن بعد تقوم بتقويتك باهي سي بون. المرحلة الثالثة بعد ما قمنا بالعملية التدليك على مستوى الرقبة لعضلة الرقبة وعملنا الالكتروثيرابي باش نقصوا من الأوجاع، دونك توا باش نعملوا عملية تراكسيون اللي هي تقوم بتجبيد العضلات، تجبيد العضلات والفقرات على بعضهم باش تعمل ليبراسيون للنير، النير يولي بلو ليبر بلو فاسيل، اون تراكسيون ليجير ما نعملوهاش قوية برشا باش ما توجعش المريض. توا باش نقوم بلا ركبناها توا لاباري، دونك باش نقوم بعملية تجبيد صغيرة باش ننقص من حدة الانفلاماسيون. سي بون سافا كيكا
سي بون. بعد ما عملنا المساج وعملنا الالكتروثيرابي وعملنا التراكسيون سيرفيكال، نقوموا بعمليه تقويه العضلات الرقبه الاماميه والخلفيه. بعد ما نقوموا بعمليه تقويه العضلات يلزمنا نعلموا المريض نتاعنا الكوريكسيون تاع البوستور نتاعو، يعني اللي هي لي زالتيتود فيزيو اللي هو قاعد يعمل فيهم جيم. زالتيتود هذوما مثال في البيرو تقام طب سيس على البيسي، دونك هو يلزم يطلع شويه في ليكرون الفوق. كي نلعبوا بالتليفون نطلع التليفون شويه، ما نهبطوش، ما نخليش راسي يهبط على الاخر. نيفيتي ندور رقبتي ديريكتومون بريسكومون ديريكت، كي ما نقص منها شويه. ولا عكس ما يعتقد برشا عبيد اللي هو يقول لك الارتو عنده الارتو سيرفيكال ما تداويش، اللي نقولوا راه تداوى. الدواء نتاعها يكون في المرحله الاولى اللي هو يمشي للطبيب نتاعو، بعد الطبيب يعمل له تصويره اثر التصويره هذيك، الطبيب هذاك يعطيه دي تريتمون ميديكامونتو اللي هي تمثل في لونتي انفلاماتوار ليزونتالجيك باش نقي له شويه الاوجاع وتنحي شويه من حده الالتهاب على مستوى الفقرات. من بعد يتعدى للعلاج الطبيعي اللي هو باش يقوم بتقويه العضلات، كي تقوى العضلات ويسهل له يعملوا اسوبليسمون نتاع الرشي سيرفيكال كيفاش يطلع ويهبط وكل شيء، دونك ينجم ما عادش تعود له. شيف وي اهلا وسهلا. كيسب ها كيسب صار في الدنيا هاك سنيتي المره هذه؟ لا ما ذا باش نمشيو واحده واحده. واش خير من واحده واحده؟ واحد يبدا مزروب مزروب مزروب، يركب روحه ستريس ويركب روحه العصب ويبدا نهار طول وما يخلطش في الخب وكله. واحده واحده خويا اللي خلطت الحمد لله يا ربي. هكا ولا دكتور الفلان مادام مستنيني عليه مادام يحضر في ساره شي جد عليك حبيبتي معايا واحده واحده شي جد عليكم الحكايه ظاهره الفلان ما شدش وقت. لا 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 بالعكس لا بالحق بالحق شد شد وقت. اي بي شنو معنا في الفلان كيفاش نجموا نحضروا فلان ويا جماعه فلان ديتيتيك مش اي فلان. دونك حضرنا السيرو كراميل بتاعنا بالسكر ديتيتيك وبالسيترون وخليناه يفهمني يتيب يغلي. ذيب وفاضي معناتها عباره ماء ولا؟ لا هذايا اكثر يختار لين باش يتحط في الرمكان ومن بعد دخلت عليه الفون كي يدخل الفور يذوب اوتوماتيك. باهي فهمني دونك دونك شو ومازال يختار هو كي. دونك كيما قلنا 100 غرام سكر اسمر اه 100 غرام ولا ابيض ابيض ولا اسمر اللي هو المفيد يكون دي تي تي ايه. حتى النورمال لو كان يحط سكر نورمال بالطبيعه. احنا نحكيو تو دي تي تي ايه. دونك نحكيو احنا نشوف في روسيت نتاع السكر بالضبط. صحي بالضبط نتاع اربع من الناس. اما انت تحب تختاروا ابيض ولا تحب تختاروا اسمر صحيح. انت بالضبط. وانت واش تحب توتا في النورمال ايه. فهمني حطينا 100 غرام وحطينا فهمني كاس ماء اللي هو 20 سنتيلتر باهي اوكي وخليناه يعني حطينا قرص ولا ها عصر قرص باهي مع ترونش قرص مش مع ترونش قرص وقعد يتيب على روحه باهي. دونك لهنا نحكيو على نص لتر ماء ايه؟ نص لتر حليب والله باش نقول لك حتى اه. ايه؟ نص لتر حليب وثلاثة كعبات عظم باهي ونفوحوه بال كان نحبوا نحطوا لورانج ايه ولا نحبوا نحطوا الفاني اللي ثاني طوقت البرتقال ما قبلش من هكا على نص لتر على نص لتر ماء على نص لتر حليب. ليه الشيف تورناش تعبوا اه. الحليب يقول ما لا ما خاطر قعدت نحكي عليه غير ما صبيته دونك كان صبيته يعني دونك نص لتر حليب نص لتر حليب دونك اوتوماتيكمون هذه نص لتر هذه ايترا هذيك ايترا كاملة دونك صبينا احنا اشترها دونك نص لتر كعبات عظم معاهم ثلاثة كعبات عظم معاهم سكر ولا معاهم السكر دي تي تيك نحكيو على مغرفتين باهي هكا ابيض باش اللون ما يتبدلش خاطر هما في حالات معينه باغ اكزومبل كي يبدا جاتو ولا حاجه حتى كي تحط له السكر الاسمر ما يظهرش نحطو كي يبدا حاجتك باللون الابيض اوبليجي عليك باش تختار السكر الصحي الابيض بالضبط باهي حطيت زاس دو سيترون حطينا دو اورانج ولا هو الفاني حطينا شويه فاني دونك زوز انت حطيته اه ايه دونك صاير كيما هكا ركبناهم خليك انت تعمل بعد صبون بعد اوتوماتيك مش نعملوا احنا شنو نصبوا ال تريف اي كراميل ايوه صبوه في الرمكان تاعنا ايوه دونك احنا كي مش نسيبوه شويه يشيح هذاك كله باش يولي كيما الكزاز باهي يبس يبس تو نشوفوه واحد من بعد ايه من بعد باش نصبوا ال وندخلوا الفور وندخلوا الفور دونك نحكي لك نص ايتر حليب ثلاثه كعبات عظم ثلاثة أربعة مغارف سكر بالضبط وزيست نتاع برتقال في الفور ما يطيبش في الفور يطيب في الفور على باماري تحط طبق تحط طبق معبي بالماء فيه الماء ونحطوا لي رمكان هذوما يمشي في ونسخنوا الفور نتاعنا وندخلوه في 150 درجة
معناها على يعمل 30 دقيقة. 150 درجة يعمل 30 دقيقة على خاطر بالطبيعة الأصفر تاع العظام ديما يعطي دور شويسة، دونك يلزمها تتروب وتخرج وني نحطوها في الفريجيدير. دونك الحكاية سهلة برشا، 100 غرام سكر، 100 غرام سكر عليها 20 سنتي لتر ماء وشوية ترونش قرص قرص ويحضر الكراميل نتاعنا. معناها شوف كيفاش واحد ينجم ياكل كل شيء، كلاص شوكولاتة فلان جاتو، ينجم ياكل كل شيء وياكلوا معناها اقل ما يمكن سكر بطريقه معناتها ديتيتيك. باه حبيبي مرحبا. مرحبا. اليوم اخترت قلت لي لا ريجيم ولا لا لا لا، اليوم حاسه سبيسياليزي للنساء. نعطيهم السر اللي عطيته لي، نعطيهم نقول لهم تقول من توا ننزل شويه ما يسالش. انت السر اللي عطيته لي غوسيت تعطي الكولاجين مش النظاره، اي تعطي الكولاجين. فوالا وجربتها انت؟ الحقيقة مستنسين بيا نقول لهم صحيح لا مازلت ما جربتهاش، أما باش نعطيه لهم ونجربوها مع بعضنا فرد وقتها. كعبة ياغورت ناتشوغيل وأبيض عظمة في الليل تاكلهم بالماكلة، لا حتى على الوجه لا حتى شيء تاكلهم. بلش من هكا معناها ياغورت ناتشوغيل. ياغورت ناتشوغيل فيها عصرة قارص ريم، باهي نسيت العصرة قارص، نسيت العصرة القارص وأبيض نتاع العظم في الليل، وهي البنة في عصرة القارص. فوالا على عكس ما الناس تصور معناها ياغورت ناتشوغيل ماسط وتزيدوا القارص قار، لا معناتها ياغورت ناتشوغيل مع القارص يعطي جو يمين على الاخر، ومعها أبيض عظمة. فوالا كل يوم في الليل، كل يوم في الليل تزيد من الكولاجين والسيلينيوم. فوالا هذو مزبوط مع بعض. هذو مع الطاير عطيناهم لكم، الطاير عطي الكوندكتور هذو اللي في الكوندكتور اللي مش عندنا. فوالا دونك احنا اليوم ريم اخترنا باش نحكيو على شنو التغذية الباهية لنظرة البشرة. عليه احنا توا في الشتاء، دونك ما عادش نشربوا برشا ماء، دونك مانيش منظمين في التغذيه نتاعنا. برشا نساء تحس البوم تاعها شيحه، تحس البوم تاعها باهته جافه، دونك اخترت انا اليوم باش نعطي هكا شويه الحاجات لي زاستوس وشنو الماكله اللي بالحق تعاوننا برشا 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 في باش نعطيو كوديكلا للبشره اللي هي. فوالا دونك اول حاجه ساعري نبداو بها السوائل، خاطر في الشتاء ما نشربوش برشا ماء. صحيح. فوالا اوتوماتيكمون ما نشربوش، ما نحسوش بالعطش من البرد، دونك ما نشربوش برشا ماء، ننساو رواحنا. دونك السوائل يلزمنا نشربو من 2 لـ3 لترات ماء في النهار. هذايا راهو يا ريم كونسي مش كاين لنظرة البشرة، مش كاين للنساء، للنساء وللرجال للكبار وللصغار يلزم في النهار من 2 لـ3 لترات ماء. للمريض اللي عنده السكر الكل من 2 لـ3 لترات ماء، يعني تقريبا من 8 لـ11 كاس ماء في النهار. داكوغ. نجمو زادا ريم ندخلو مع السوائل ندخلو لي جو، دونك مش سوائل معناتها ماء كهو، دونك نجم جو دورانج، جو نتاع بومبلوموس، احنا توا دونك في الشتاء سيترونات، كلهم هذوما داخلين في السوائل. الحليب الكل داخلين في السوائل. نمشيو زادا ريم للقوارص بصفه عامه، البرقدين كما قلنا البومبلوموس والسيترون، هذوما احنا نعرفوا اللي هما غيش ان فيتامين سي، واحنا نعرفوا اللي زاده هما مضادات للاكسده، اما ما نعرفوش اللي الفيتامين سي ابار معناتها هو اللي هو يساعد على امتصاص الحديد وكل شيء، ما نعرفوش اللي هو يعطي انتعاش ويعطي اضاءه البشره كبيره برشا. دونك الفيتامين سي كي ناخذوا احنا جو دورانج في النهار بيان سور باش نستنفعوا منه في كل شيء، وباش ناخذوا زاده الفيتامين سي اللي هو يعطي نظاره البشره. دونك ريم نمشي احنا نشريوه بك الحسبه في دي برودوي باش نحطوه خارجيا على الجلد اللي هما فيهم هو كي يشربهم يخرجوا على الجلد نتاعو اوتوماتيكمون. هو ريم احنا الصحن على قد ما يكون ملون، معناتها على قد ما الصحن نتاعك يكون فيه دي كولور جون فير روج، الالوان الكل نتاع الخضره والغله اللي موجوده عندنا، على قد ما الالوان كلها تظهر على الوجه. دونك معناها كيما ديما انا نقول التغذيه نتاعنا العلاج نتاعنا يبدا من الصحن اللي ناكلوه. قلنا ريم ابار القوارص وابار معناتها الفيتامين سي والماء، الفيتامين او، الفيتامين او اللي هو توا جينيرالمون لي كريم اللي قاعدين يصنعوا فيهم الكل نتاع نظاره البشره ونتاع شد الوجه ونتاع الجم توسكي الكوزميتيك كلهم معمولين من الفيتامين او. اور كو احنا الفيتامين او نجمو نلقاوها في برشا حاجات اخرين اللي هما تري سامبل وموجودين في كل دار. نبداو بذور الكتان. بذور الكتان غنية برشا بالفيتامين او، في 2 ملغرام نتاع بذور الكتان نلقاو 7% من الفيتامين او اللي هي احتياجات المرأة في اليوم كامل.
تغطي احتياجات. زوز غرامات. زوز غرامات معناتها مغرفه صغيره. صغيرة. من مغرفه لزوز مغارف صغار. دونك معناتها احنا كي تاخذ مغرفه ولا زوز مغارف صغار نتاع فيتامين نتاع سامحني بذور الكتين فوالا بذور لي غرين دو لا في النهار سايي انت غطيت احتياجاتك الكل من الفيتامين او وحافظت على بشرتك وحافظت على وجهك بالفيتامين دي. دكتوره في ال... في العذر حتى انا فوالا خاطر يسهل عندنا ريم جوست نحبوا نعطيو تنميه صغير اللي الفيتامين او يسهل عمليه الامتصاص نتاعو بالدهون. معناها احنا تعالوا نشوفوا من بعد شنو باش نلقاوه اخر الفيتامين او، اما عمليه الامتصاص نتاعو تسهيل بالدهون. معناها مع مثلا بذور الكتان اذا كان باش ناخذوها لازم ناخذوها مرحيه، ما لازمش ناخذوها هكاك كعب. علاه؟ خاطر كي باش تاخذها مرحيه هي ديجا كي باش تترحى باش تولي كاينها زيت. دونك باش تسهل اوتوماتيكمون امتصاص الفيتامين او. باغ اكزومبل مش عندكم انتم مش نفس الاستعمال؟ نجم نستعملوها غرين معناتها حبوب. ايه انتم تمضغوا معناها في العاده مختصين في الاعشاب يقول لك الكتان تمضغوا بسنيك انجح حاجه. حتى تنجم ترحي اما بالوقت. بالوقت صح. بالوقت يقعد. فوالا حتى في الزيد بالحفاظ على نظاره البشره يلزم تترحى بالوقت باش نسهلوا قلنا عمليه امتصاص الفيتامين او اللي موجود فيها. كيف كيف زاد ريم التاي الاخضر. التاي الاخضر زاده فيه برشا فيتامينات او. كيف كيف زاده بذور عباد الشمس زاده فيهم برشا فيتامينات او وناخذوهم زاده مرحيين. كيف كيف زاده ريم عندنا حاجتين اللي هما معناتها باهين برشا فيهم البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين في الجسم كي يتحلل يولي مفعوله معناتها هو يولي فيتامين. مازال عندك حق في حاجتين راهو. فوالا مفعوله فيتامين مفعوله ما هو مفعول فيتامين او اللي هي البطاطا الحلوه واللي هي الكاروت. البطاطا الحلوه والكاروت هما اصل حتى لا كولور نتاعهم مختلف. ماكله ديما ماكله. فوالا ناكلوهم الزوز. هذوما ريم علاش قلت لك قبيله يلزم نحطوا شويه دهون باش نسهلوا عمليه امتصاص الفيتامين او في البطاطا الحلوه والكاروت، نزيدوا عليهم مغرفه زيت زيتونه باش نسهلوا فوالا باش نسهلوا عمليه امتصاص الفيتامين او. يلي ربي يخليك، ميرسي بوكو. تعيشك. على خاطر احنا مسنسين نعملوا كان لي ماسك كهو فما حاجات اسهل من لي ماسك. اسهل برشا. وانفع خاطر تنفعك لنظاره البشره وتنفعك لحاجات اخرين. تعطي لبدنك برشا حاجات اخرين فيتامينات اخرين ودي سيل مينيرو معناتها املاح معدنيه. املاح معدنيه فوالا. باهي دكتوره باش نختم معاك دونك كي العاده في الفيتوثيرابي شنو تعطينا بالنسبه للعذر احنا بدينا به وقلنا هو الموضوع الرئيسي بالنسبه لليوم وكانت بحضرنا الدكتوره لمي قليل وعطات هي استاذه مختصه في امراض المعده والامعاء وعطات المراحل الكل ولوين ينجم يوصل العذر وكما قلت نجم ترجعوا على الباج نتاعنا على الفيسبوك تشوفوا هذا الكل. عندكم في الميوباتي شنو تعطيو للمريض العذر؟ مريض العذر يفرق معناتها اسكو العذر معناتها فيه دم في شي دم يسطر اكثر لونه ازرق لونه احمر. دونك باش نبداو بالاسكوليوس اللي هو نعطيوه كي يبدا العذر خارج ولونه خاصه احمر ويحس روحه اسمه اسكوليوس. ايسكوليوس ايسكوليوس. دونك المريض يحس كلا باري في المخرج نتاعو موجوع برشا وكلا باري. دونك هوني ياخذ ايسكوليوس 5 سيهاج مرتين في اليوم. نجمو نعطيو الميركوريوس كوروزيفوس اذا فما عذر مع شويه دم هابط ناخذوه اون 5 سيهاج مرتين في اليوم. نجمو ناخذو لاغنيكا 9 سيهاج هذه في الوجيعه معناتها بالكدا. ونجمو ناخذو لاكيزيس اون 5 سيهاج 5 سيهاج مرتين في اليوم هذاك يبدا لونه مستزرق شوي. اخر حاجه نيتريكوم اسيدوم ناخذوه اون 5 سيهاج اللي يقول لك تقولش عليها شوكه في مخرجه هذاك ويبدا زاده كيف كيف فما برشا تسطير. هذوما مهمين برشا الهوميوباتي خاطر ساهلين وينجم يدور باللي تيوب نتاعو ديما نوصي ما يبداش ماكله في فمه وياخذ الحبيبات. باهي هذا بالنسبه للهوميوباتي واللي هو الحقيقه اسهل طريق. صحيح. بالحق معناتها. والهوميوباتي ديما سي معناتها فيها خاصيات معناتها مش اي حد يلزم يسمع لي سيني معناتها العوارض اللي حكينا عليهم باش يعرف شنو ياخذ بالضبط. يلزم يكون معاه هوميوباث معناها اللي يتبع فيه لازم يكون هوميوباث باش ينجم يعطي. حتى مش اي وجيع ومش اي عذر يمشي معاه الهوميوباتي. طبعا. بالنسبه للفيتوثيرابي هي دكتوره بعد اذنك انا باش ندلل عليك في حاجه خاطر خذينا معناتها غرضنا من الاسامي الصعيبه اللي موجوده في الميوباتي سافا. نحب في الفيتوثيرابي في المداوات بالاعشاب نمشيو لاكثر حاجات موجوده على ظهر اليد معناها اسامي عندنا نباتات عندنا والزيوت ما يسالش نشريوها من الصيدليه ما يسالش.
باش نربط شويه مع حذامي في قلنا احنا العذر ماذا بينا تكون طبيعه باهيه طبيعه الكرش بيان سور بيان سور مش ضحوك مش اخلاق صح مش خصم انت كان جات الاخلاق هي اللي تداوي ينجم يقول لك ولينا طبيعتي انا طبيعتي محلاني انا ساعه غريبه باهي طبيعه كرشه معناتها ماذا به كل يوم يدخل التواليت معناتها الافرازات تصير مره في اليوم في وقت محدد كما قلنا باش نربط معها فيش في زراعه الكتان معناتها زراعه الكتان للناس اللي عندها قبض تسهل لها الطبيعه نتاع كرشها دونك كيفاش ياخذوا زوز مغارف نتاع ماكله تنفخهم في الليل في كاس ماء ومغدوة صبيح تصفي وتشربك الماء هذاك تلقاها كيما فصل العظمه بخيسك شويه جيلاتينو شويه تشربوا هذاك يسهل الطبيعه والا تنجم تاخذ مغارفه نتاع ماكله نتاع زراعه الكتان وتشرب معها ماء بالكدا على الاقل نص سيترا باش خاطر هي زراعه الكتان تجبد تشرب الماء تشرب صحيح ما لازمكش تاخذها وما تشربش ماء سينو تزيد عليك دونك تاخذ مغارفه مرحيه وإل للكبار مرحيه وللزادولت لي جون اللي نجموا يمغذوها بالكدا بالكدا ويشربوا معها بزايد ماء هذا بشي سهل الطبيعه في النباتات نتاعنا شنو عندنا معناتها عندنا جعده باغ اكزومبل باهيه برشا ينجم ياخذها موجوده في الصيدليه كما ينجم يستعملها وحده في الدار فما ذروه اللي هو اللونتيسك موجود زيوت روحيه ينجموا نشربوها معناتها فموي يوتيليزاسيون انترن نقولوا ياخذ قطرتين في اليوم يخلطهم مع اي سائل زيت زيتونه ولا اي سائل ودايوغ زيت زيتونه ري ما باغ انه معناتها فيه الاوميغا 3 وفيه بوكو دو فيتامين يسهل الطبيعه معناتها حتى بور لا كونستيباسيون باهي بالكدا للقبض نقولوا زيت زيتونه والعسل معناتها من لي غوسيت غران مير معناها يقول لك يا اما خذ بغرفة عسل ولا خذ بغرفة زيت زيتونه باهي تنجم تاخذهم زوز مع بعضهم ولا كيما قلت باهي نرجعوا نباتات اللي عندنا الكروم الحمراء معناتها اللي هو العنب اوراق العنب الاحمر سورتو باهي برشا ما تتحسن لا سيركولاسيون وحنا قلنا مشكله العذر هو مشكل دوالي معناتها سي دي فاريس بريسك دونك ينجم ياخذ دي تيزان نتاع اوراق العنب والا يشريهم من الصيدليه معناتها موجوده حبيبات 200 ملغ في اليوم على الاقل شهريا فهمت مع ديما نرجع بربي معناتها ليجين دو فين وديما يمشي مريض العذر يلزمه يمشي برشا على ساقيه باش يحسن لا سيركولاسيون نمشيو شويه للزيوت الروحيه اللي هي موضعيه ولا وتتشرب صحيح فما شنو نقول لك مثلا السرول الزيت الروحي نتاع السرول السيبخي ناخذ قطرتين باهي معناتها انك تشربها مع شويه زيت زيتونه وباهي انك تستعملها موضعيه نعطيهم في الاخر وصفه كيفاش يستعملوها موضعيه فما زيت نتاع الشجره الخالده اللي هي ليمورتي دونك ناخذ قطرتين كيف كيف ونخلطوهم نجمو نخلطوهم مع زيت زيتونه ونشربوهم فما زيت روحي نتاع الخزامه علاش الخزامه خاطرها ضد الالتهاب وهو معناتها يبدا العذر معناتها تلقاه يحسك بالوجيعه وبرشا تسطير باش نعطيهم وصفه باش يخلطوا شويه زيوت روحيه ياخذوا قطرتين من زيت الروحي نتاع السرول سيبخي قطرتين من زيت الروحي نتاع الشجره الخالده وياخذوا قطرتين الزيت الروحي نتاع الذرو لونتيسك يخلطوهم في 5 مليترات نتاع خاصه ويل فيجيتال نتاع ميل بيرتوي زيت ديما نتاع ميل بيرتوي اي علاش ريم ميل بيرتوي خاطر ينحي خاطر ريت واحد كيبدا يرخف الاعصاب نقولوا صحيح ميل بيرتوي يرخف شويه كالمخرج وهذوما يستعملهم موضعي معناتها تدليك البلاصه هذيك نتاع العذر مرتين في اليوم ويقعد شويه لونجي معناتها يقعد ممدود شويه على كرشه. شكرا لك دكتوره، ايا باغ غوسيت غوميغ اللي عطيتها قبيليك اللي هي بالبصله. اي. دونك تنجموا تلقاو مع دكتوره ايمن بوسوسي دو غوسيت تحطوهم وان شاء الله فيها الصحه والعافيه ليكم الناس الكل تبعتونا في صحه والناس. بيني وبينكم قاعده كان الطاوله نتاع الشيف اللي احنا ريحتها فاحت عنا، دونك فاصل ونشوفوا الطاوله. شايف كملنا صحيح زينا وحطينا شدتك وقت المقرونه اكيد بالحق شديت وقتها خاطر برشا مراحل فيها حتى برشا مراحل صحيح طيبوا نطيبوا البينار وحده ومن بعد نكسيوه ومن بعد نعاودوا نطيبوا المقرونه دونك خديت وقت اما حاجه بنينه اكيد باهي وهذيك الصوص شنو تقعد تزيد بها الصوص دونك هذايا الصوص حبيت نوريك اللي هي الكولور نتاعها كيفاش خرجت وحدها
زيت لح شوي مع مراد فلا خاطر ديما هو نفس السؤال ليه معلش اللون اللون محلي معناتها ما مريتش منه قبل في الكوجينه التونسيه اول مره افكتيفمون كي ذوق تزيد تزيد تعجبك وال والفلام تاعنا زاد احضر مزيان هذه الصوص كيما سامحني شيف شنو عليهم دونك هذه الصوص كيما قال باش تمشي وتعقد بالضبط دونك مشيت وعقدت الصوص ها هي كيفاش تكون التكستور نتاعها الاخرانيه فوالا دونك عباره عندك معني عسل اما العسل دفيته شوي بالضبط صحيت فوالا هذه هي هذه شفنا الوجه نتاعها ايه وهذه القفيه دونك قلبناها هذه وهي طايبه خرجت من الفور كي تقلبها تلقى هكا تلقى الصوص نتاعها الصوص اوتوماتيك فوالا شكرا لك شيف ميرسي بوكو ليك ميرسي بوكو الكارتاجين ميرسي ليك حدامي بالحاج دكتوره ايمه بن سوسيه دكتوره خوله جبيري اليوم حكينا معها على الغينوبلاستي عندكم تتفرجوا وتشوفوا على الباج نتاعنا على الفيسبوك الصحه والناس الوطنيه الثانيه نقول لكم للناس الكل اللي لازينا سعيده مبروكه زاده ليكم الكل ونتقابلوا الخميس الجاي 9 متاع الليل على الوطنيه 2 وما تنساوش اللي احنا باش نكونوا معاكم في اعاده نهار الاحد ماضي ساعتين صباح الخير.